من العاشرة صباحاً ويتوافد المواطنون استعداداً للموسم الدراسي الجديد بشراء المستلزمات الدراسية المختلفة في معرض أهل المدارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. نخلي التاجر ينزل بالنسبة للبضائع واللي بيطلبها المستهلك في الفترات ديت بأقل الأسعار وبتوجيهات وبتخفيضات أكتر من 20% وأكتر من 30% تيسيراً على المواطن، عشان طبعاً نحارب قصة الغلاء اللي هي موجودة وما حدش يعاني. يعني بننزل لأبسط مستهلك أو أبسط واحد للمواطن إن هو يقدر يشتري ويقدر يعني يجيب كل المستهلكات بتاعه. على مدار أسبوع يستمر المعرض في عامه الخامس، والذي نجح بفضل أسعار سلعه التي تقل عن مثيلتها في الأسواق وتنوع المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق في جذب الكثير من فئات المجتمع. ببحث عن أفضل منتج للأطفال في الكشاكيل وكشاكيل والتفاصيل دي كلها الدرجة المدرسية، وبشوف يعني أفضل خصومات موجودة ليا. افضل حاجه احنا شفناها حاليا هو المعرض اهل المدارس، افضل المعارض بالذات اللي هي تابعه للدوله، لان بقى في خصومات وفي رقابه عليها وفي جوده كويسه جدا بالنسبه لها. جاي اتفرج على شنط المدرسه والحاجات، وفي حاجات حلوه كتير قوي هنا، هو انا اللي عاجبني فيه شنط اكتر. هذا المعرض واحد من بين 19 معرضا في 12 محافظة و21 معرضا متنقل بمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة في مختلف المحافظات، يقدمون كافة السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار متميزة وجودة عالية. للعام الخامس على التوالي ينطلق معرض أهل المدارس، وذلك بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية. يأتي هذا العام بالتنسيق مع وزارة الصحة في كافة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حماية للمواطنين وحفاظا على أنفسهم من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. من معرض أهل المدارس، جاكلين ماهر، مال وأعمال، إكسترا نيوز.